السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أنور العديني، مؤسس منصة نون هيلب. أنا وزملائي نمثل مملكة البحرين في رالي العرب لرواد الأعمال. نسعى من أجل الحصول على إحدى الجوائز في المسابقة من أجل مواصلة مهمتنا المتمثلة في خلق مجتمع تعليمي يسهل الوصول إلى عالم الأطفال. لقد قمنا بتطوير منصة تقنية تعليمية تربط الطلاب بأفضل المعلمين ومقدمي الخدمات والأكاديميين والاستشاريين. نون هيلب، نرتقي معك.